غالي صفي الدين من جمهورية مصر العربية. The competitor who won the bronze medal is غالي صفي الدين from Egypt. وندعو السيد منذر أبو سعيدي رئيس الاتحاد العماني لتتويج المتسابق الحاصل على الميدالية الفضية ناصر حسين من باكستان. The competitor who won the silver medal is Nasir Hussain from Pakistan. ندعو الآن سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الرئيسي رئيس اللجنة العليا المنظمة لتتويج المتسابق الحاصل على الميدالية الذهبية محمود زقزوق من جمهورية مصر العربية. The competitor who won the golden medal is محمود زقزوق from Egypt. ندعو مرة